قدم عمر السومة نجم المنتخب السوري الشكر للدولي المصري محمد صلاح على مساندته له خلال الفترة الماضية، واعدا جمهور بلاده بالمنافسة على بطولة آسيا التي ستقام العام المقبل. وأدر منتخب سوريا فرصة التأهل إلى كأس العالم بالخسارة بصعوبة أمام أستراليا بهدفين مقابل 3 أهداف، وذلك في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. ووجه السومة الشكر لصلاح على ما فعله معه ومساندته الدائمة له ولزملائه بالمنتخب السوري، مشيرا إلى أنه كان في تواصل دائم معهم خلال الفترة الماضية.